متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في وقت يعتقد فيه ليونيل ميسي صاحب 32 عام أن مسيرته قاربت على النهاية، معللا ذلك بأن الجسد لا يرحم، ويظن فيه البرتغالي رونالدو أن مسألة اعتزاله باتت وشيكة مع اقترابه من سن 35. هناك من وصل إلى عامه 52، لكنه يرى بأن الوقت لم يحن بعد لمغادرة المستطيل الأخضر. إنه الياباني كازايوشي ميورا، أكبر لاعب محترف بالعالم، والرجل الذي داعب الكرة في 5 عقود زمنية مختلفة، تخللها تجارب بالبرازيل وأوروبا وصناعة المجد دولياً مع اليابان، ويستعد حالياً لخوض موسمه 35 مع المستديرة رفقة يوكوهاما الياباني بالدرجة الأولى. ومن يظن أن مشاركته مع ذلك الفريق في هذا العمر ربما تكون تكريمية فقط فهو مخطئ، فحتى وقت قريب جدا كان يسجل الأهداف ويحطم الأرقام القياسية. إليكم قصة العجوز الذي يأبى الاعتزال، وسنختمها بالإشارة لعجوز عربي بات قريبا من سرقة لقب الأكبر سنا من ميورا. كازويوشي ميورا هو مهاجم ياباني يطلق عليه لقب الملك كازو. ولد عام 1967، وكان قد بدأ مغامرته مع كرة القدم في سن 15 عندما انضم لأكاديمية صغيرة ببلاده عام 1982، لكنه لم يستمر طويلا وقرر تحويل وجهته إلى القارة اللاتينية، حيث أتيحت له فرصة الانضمام لأكاديمية نادي أتلتيكو يوفنتوس البرازيلي ليقضي هناك 4 أعوام قبل أن ينضم إلى سانتوس عام 1986، ومعه وقع على أول عقد احترافي بمسيرته وهو بعمر 19. وبعد ذلك كانت له عدة تجارب مع أندية برازيلية مختلفة، وعندما بلغ عامه 23 فضل العودة لبلاده، حيث انتقل عام 1990 إلى فريق ياباني يدعى يوميوري الذي تغير اسمه بعد ذلك إلى فيردي كاواساكي، وهو نفس العام الذي شهد تلقي ميورا أول استدعاء له مع منتخب اليابان. وتعتبر فترة تواجد اللاعب مع فيردي كاواساكي أبرز محطات مسيرته، حيث دافع عن ألوان الفريق 8 مواسم، سجل خلالها 133 هدفاً وفاز ب11 لقباً، وفي عام 1993 حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الياباني وأفضل لاعب في آسيا، كما تخلل هذه المواسم فترة إعارة لجنوى الإيطالي في موسم 1994-1995 ليصبح حينها أول لاعب ياباني يظهر في الكالشيو. لكنها لم تكن بنفس التوهج الذي كان عليه في دوري بلاده، حيث خاض مع الفريق 23 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، وعاد بعد ذلك ليكمل قصة المواسم 8 والتي انتهت في يناير عام 1999 بالرحيل إلى دينامو زغرب الكرواتي الذي لعب له 12 مباراة دون أن يسجل أي هدف، ليقرر العودة إلى اليابان من خلال ناد يدعى كيوتو سانغا لعب له لمدة 1.5 عام. أما دولياً فقد بصم ميورا على مسيرة ذهبية، حيث قاد منتخب بلاده اليابان للتتويج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 1992، وفاز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، ثم عاد للتألق في إقصائيات مونديال 1998 عندما سجل 14 هدفاً قاد بهم اليابان لبلوغ كأس العالم للمرة الأولى بتاريخهم. وعلى الرغم من كل هذا تم إبعاده من القائمة النهائية التي مثلت اليابان بمونديال فرنسا بشكل مثير للجدل. وفي عام 2000 كان ميورا قد وصل إلى عامه 33، فقرر الاعتزال دولياً تاركاً في رصيده مع المنتخب الياباني 55 هدفاً دولياً خلال 89 مباراة خاضها في بطولات مختلفة. وفي عام 2001 واصل ميورا مسيرته مع الأندية بانتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني ليقضي معه 4 أعوام، ومع بلوغه عامه 38 اعتقد الجميع أنه الوقت المناسب لإعلان النجم الياباني إسدال الستار على مسيرته، لكن ميورا رفض أن يترك العشب الأخضر وانضم في 2005 إلى ناديه الحالي يوكوهاما، وفي نفس العام انتقل كمعار إلى سيدني الأسترالي، ثم عاد مع بداية عام 2006 إلى يوكوهاما ليبدأ رحلة جديدة مستمرة حتى يومنا هذا، إذ حجز مركزاً أساسياً في أول مواسمه
لكنه بعد ذلك بدأ يفقد مكانته شيئا فشيئا وموسما تلو الآخر. أصبح ظهوره على فترات كبديل، لكنه لم يفكر يوما في تعليق حذائه، مصرحا بأنه يحتفظ بنفس الشغف الذي كان عليه وهو بعمر 18. وحاليا يملك في رصيده مع الفريق 28 هدفا خلال 266 مباراة. وفي مارس 2017 سجل ميورا رقمين قياسيين، الأول كأكبر لاعب سنا يشارك في مباراة رسمية بعمر 50 عام وسبعة أيام، والثاني كأكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية بعمر 50 عام وخمسة عشر يوم، عندما سجل هدفا في دور الدرجة الثانية. ولاحقا تسلم شهادة من موسوعة جينيس توثق ذلك الإنجاز، وحينها علق قائلا: هدفي الآن أن أكسر رقمي القياسي وأسجل مجددا ومجددا. والطريف أنه بعد تسجيله الرقم القياسي الأخير ظهر مع الفريق في 12 مباراة حتى الآن لم يعرف خلالها طريق المرمى. ومع بداية العام الحالي انتهى عقد ميورا الذي كان قد قام بتمديده قبل سنة من الآن، لكنه لم يسمح لأسطورته بالتوقف هنا، حيث وقع على عقد جديد مؤخرا يمتد حتى يناير 2021، مع العلم أنه سيكمل عامه 53 بعد شهر من الآن. كانت هذه قصة كازويوشي ميورا، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم. ويبدو أن قصة الأخير جذبت منافسين جدد على هذا اللقب، إذ أصبح الياباني مهددا بفقدانه لصالح لاعب عربي يكبره ب 23 عام يبلغ من العمر 75 عام. إنه المصري عز الدين بهادر الذي وقع على عقد احترافي مؤخرا مع نادي 6 أكتوبر المصري والناشط بدور الدرجة الثالثة، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية بعد الآن. وليخطف لقب أكبر لاعب محترف بالعالم عليه أن يشارك في مباراتين كاملتين كما تشترط موسوعة جينيس. فهل ينجح عز الدين بهادر في خطف لقب أكبر لاعب كرة قدم محترف في التاريخ؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.